السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي المتجدد ترحيب اللي بنتكلم فيها وفي حلقة اليوم عن مؤتمر إمباور ووزارة العدل وأسبوع المرور بإذن الله. حياكم الله مشاهدينا وكذلك مستمعينا عبر موجة 97 FM. بالفعل يا خالد بنتناول في حلقتنا الليلة التحضير لانطلاق النسخة الثامنة لمؤتمر إمباور 2016 الخميس المقبل. نعم بإذن الله. أيضا بنسلط الضوء على قرار وزارة العدل بإيقاف استقبال المعاملات الورقية من بداية الشهر المقبل، إلى جانب مواصلة تغطيتنا لفعاليات أسبوع المرور الخليجي ومواضيع أخرى تهمنا وتهمكم بإذن الله. بإذن الله. البداية تراثية، إذ أطلقت وزارة الثقافة والرياضة حملة تحت عنوان متحدون مع التراث، تفاصيل أكثر في هذا التقرير. أطلقت وزارة الثقافة والرياضة حملة متحدون مع التراث التي تنظمها بالتعاون مع هيئة متاحف قطر ومكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، وذلك في الساحة الخارجية لبرج برزان الكائن بمنطقة أم صلال محمد. المناسبة حضرها عدد كبير من رؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة وكبار مسؤولي وزارة الثقافة والرياضة ومتاحف قطر. تندرج فعاليتنا الافتتاحية اليوم ضمن هذه الحملة الدولية وتنطلق من هذا البرج، برج برزان، هذا المعلم التاريخي الذي يشهد بعراقة أهل قطر وإبداع الجدود، وهو موقع من جملة مواقع عديدة تزخر بها بلادنا ونحتاج جميعا إلى صيانتها وتعهدها بالحفظ. وإن الحملة التي تنطلق اليوم من برزان تهدف في وجه من وجوهها إلى جعل هذه المواقع منارة ذاكرتنا، وتمنح دورا كبيرا للشباب لأنها لا تتوجه إليه فحسب، وإنما تراهن عليه ليحمل المشعل عنا. يسعى البرنامج إلى نشر الوعي حول أهمية التراث حول العالم وتعريف الجمهور بالتراث الثقافي المادي وغير المادي، ويقوم المشروع على تحالف عالمي يعمل في صورة تضامنية للقضاء على عمليات البيع غير المشروعة للقطع الأثرية الثقافية على أمل حماية المواقع الثقافية. وفي الشأن التعليمي تنطلق الخميس المقبل فعاليات النسخة الثامنة لمؤتمر إمباور 2016 الذي تنظمه مؤسسة أيادي الخير نحو آسيا روتا، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، تحت عنوان الابتكار في ريادة الأعمال المجتمعية للشباب. صحيح يا خالد، والحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا في الاستديو السيد عبد الله البكري مدير إدارة تنمية المجتمع في مؤسسة روتا. يا مرحبا ومسهلا أبو عابد. الله يحييكم ويبقيكم ومشكورين على الاستضافة. يا مرحبا على واجب. هذا واجبنا يا عبد الله. في البداية عبد الله، لو نتكلم عن تطلع مشاهدين على آخر استعدادات روتا لتنظيم مؤتمر إمباور 2016. نعم، في البداية يعني بسم الله الرحمن الرحيم، مؤتمر إمباور مثل ما الكثير يعرفون أنه مؤتمر شبابي. المؤتمر هذا يقام للسنة الثامنة، احنا بدأنا هذا المؤتمر في 2009 وكان يعني مؤتمر صغير يضم 70 إلى 100 مشارك، لكن الآن الحمد لله وصلنا 450 مشارك يشاركون في هذا المؤتمر. كان مؤتمر داخلي لكن الآن صار مؤتمر دولي عالمي. هذا المؤتمر إن شاء الله بتفتتح سعادة الشيخ المياس بن حمد الثاني رئيس مجلس إدارة روتا، وحقيقة يعني الاهتمامها في الشباب حريصة أنه يكون مثل هذا المؤتمر سنويا يقام للشباب. المؤتمر هذا كل سنة يكون له محور معين نتناقش فيه إحنا كشباب. صحيح. ونساعد الشباب أنهم يطلعون بتوصيات لهذا المؤتمر. هذه السنة الشباب اختاروا الابتكار في ريادة الأعمال المجتمعية، وراح نتناقش عن كيف أن الشباب يقدرون يخوضون غمار تجربة ريادة الأعمال، ولكن أيضا مع الأخذ بالاعتبار الأبعاد المجتمعية لمشاريعهم، فيأخذون أبعاد اللي تفيد مجتمعهم وبنفس الوقت ما تضر بيئتهم. نعم. فيحاولون يتجهون هذا الاتجاه. نعم. هذه السنة لله الحمد يعني استقطبنا كثير من المؤسسات اللي تهتم في ريادة الأعمال، راح يكونوا معانا
بنك قطر للتنمية بداية كشركاء. عبد الله احنا يعني يمكن انت تكلمت عن المؤتمر اللي وراح ايش راح يحققه باذن الله في المستقبل، لكن انت ذكرت في عرض حديثك انه يقام برعاية سعادة الشيخة المياسة كل سنة. لو بنتكلم عن اخر مؤتمر ايش تم تحقيقه في المؤتمر اللي طاف؟ المؤتمر الماضي طبعا كان يعني مؤتمر يهتم في موضوع السلام، لما لهذا الموضوع كان أثر كبير. السنة الماضية كان كثير من الشباب طلعت موضوع الإرهاب، وإن إحنا يعني يعني الدول العربية متهمة إن يعني تصدر الإرهاب للعالم. صحيح. فكان مؤتمرنا يقول قصة إن إحنا مب هذا الكلام مش صحيح، إحنا دعاة سلام، احنا شبابنا يفكرون بطريقه راقيه وطريقه سلميه. كان في حتى استمرار للمؤتمر السابق مع ربطناه مع موضوع القمه الانسانيه اللي راح تكون في تركيا في شهر 5. استضفنا على ضوءها القمه التشاوريه الشبابيه اللي عقدت في شهر 9 في العام الماضي. فحاولنا ان نوصل صوتنا صوت الشباب في دولة قطر وفي العالم العربي وفي العالم الإسلامي الى الخارج، ان احنا يا جماعة دعاة سلام وليس دعاة حرب. والإسلام ديننا السلام اصلا. احسنت. نعم. صحيح. نعم. يمكن عبد الله مثل ما تفضل خالد، كانت النسخة السابقة مميزة جدا وكان في مشاركات مع الأمم المتحدة، وفعلا اختلطوا الشباب بشكل اكبر مع الفكر الخارجي وخاصة في العمل الإنساني. احنا ودنا نتكلم نرجع للنسخة 2016 وريادة الأعمال المجتمعية. يمكن العنوان شوي بين ريادة الأعمال وبين المشاريع المجتمعية، شنو بالضبط الجمع من بينهم وشلون بيتم تطبيق هذا الأمر؟ نعم، احنا طبعا بحكم أننا مؤسسة اجتماعية ومؤسسة تهتم في تنمية الشباب، احنا نشوف أن ريادة الأعمال واحدة من الطرق المهمة أو الوسائل المهمة في تنمية الشباب وحتى تنمية اقتصادات الدول. حاولنا أن نربط من خلال هذا المحور برؤية قطر 2030 وأيضا الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة. ربطنا لريادة الأعمال المجتمعية مع ريادة الأعمال، وريادة الأعمال المجتمعية هي ببساطة أن إحنا نشجع الشباب أنهم يكونون رواد أعمال، يبدؤون مشاريعهم خلنا نقول البزنس، لكن من خلال وعيهم بمشاكل مجتمعهم ومشاكل بيئتهم. يعني على سبيل المثال، أنا إذا أبغي أدخل مجال أو عالم ريادة الأعمال أحاول أني أشوف شيء أو مشكلة يعاني منها مجتمعي أو صحيح. تعاني منها شريحة من شرائح المجتمع، أو إذا بسوي مشروع أو قررت أني أسوي مشروع تجاري أحاول أشوف أضراره البيئية، هل له أضرار بيئية ولا بس مجرد نفع مادي، وهل هو يخاطب المجتمع أو ما يخاطب المجتمع. أحسنت. يعني هل هذا يمس مشكلة في المجتمع وراح أحلها أنا، ولا أنا راح بمشروعي هذا صحيح أنه يدر علي أموال وعوائد مالية، ولكن في المقابل هو يضر تأثير سلبي على المجتمع، يضر البيئة، يضر. فإحنا نبغي نوجه الشباب إلى شيء يخدمهم هم كرواد أعمال، وفي نفس الوقت إنه يخدم بيئتهم ومجتمعهم. نعم. عبد الله، يمكن يعني تكلمت عن عدد المشاركين تقريبا 450 مشارك من مختلف الدول، مثل ما ذكرت أن المؤتمر صار دولي أو عالمي، على أي أساس يتم اختيار المشاركين في المؤتمر؟ نعم، احنا عندنا عدة طرق لاختيار المشاركين في المؤتمر. احنا هذه السنة استقبلنا ما يفوق 1400 طلب مشاركة من داخل وخارج دولة قطر. عندنا لجنة استشارية شبابية تشتغل معنا من بداية المؤتمر، من بداية يعني حتى اختيار المحور إلى نهاية المؤتمر. هذه اللجنة الشبابية يكونون مؤهلين ومدربين أنهم يختارون أحسن المشاركين من المتقدمين، لأن إحنا لمحدودية المكان ما نقدر ناخذ أو نستوعب الكل. فعملنا أول شيء تقييم للمشاركات من خلال الطلبات. حلو. ثاني فرز يكون عن طريق المقابلات الشخصية، فنقابل كل المتقدمين شخصيا ونشوف مدى استيعابهم للموضوع وإيش هو يقدر، هل بيستفيد من المؤتمر ولا ما راح يستفيد. نعم. فما راح نختار إلا الناس اللي إحنا نشوف إنهم فعلا إذا حضروا راح تفرق معاهم أو عندهم
هدف للحضور او للمشاركه راح يضيفون بعد صحيح بعد اكيد صحيح. عبد الله يمكن قبل ما نختم معاك ان شاء الله احنا بنكون قريبين جدا من المحاور والنقاشات والورش اللي بتقوم، نبي منك كلمه للشباب لحضور هذه الفعاليات. احنا طبعا من خلال هذا المنبر ادعو جميع الشباب المسجلين اللي سجلوا معنا في هذا المؤتمر، نوعدهم ان شاء الله انها تكون انه يكون او تكون هذه النسخه من افضل النسخ. عندنا كثير من المدربين إن شاء الله المميزين في هذه النسخة، عندنا كثير من المحاضرين اللي استضفناهم من أجل فائدة الشباب. المؤتمر راح يكون خميس وجمعة وسبت في المدينة التعليمية في المركز الطلابي، ويا مرحبا فيهم وهذا مؤتمرهم والباب مفتوح للجميع. نعم. للمشاركة. نعم عساكم إن شاء الله على القوة. وما قصرت سيد عبد الله البكري مدير إدارة تنمية المجتمع في مؤسسة روتا، شكرا لحضورك معنا اليوم. مشكورين، والله يوفقكم ان شاء الله. مشكورين الله يسلمك. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير وبعدين نتابع. 24 فريقا يتنافسون في بطولة العمال في قطر. حياكم الله مشاهدينا بعد هذا الفاصل. تنظم مؤسسة دوري نجوم قطر تحت رعاية اللجنة العليا للمشاريع والإرث بطولة كأس العمال في قطر، والتي يتنافس من خلالها 24 فريقا من مختلف المؤسسات. تنطلق في الدوحة يوم 18 من الشهر الجاري منافسات بطولة كأس العمال لكرة القدم، والذي تنظمه مؤسسة دوري نجوم قطر تحت رعاية اللجنة العليا للمشاريع والإرث. اللجنة المنظمة للبطولة كشفت في مؤتمر صحفي عن تفاصيل النسخة الرابعة من البطولة، والتي يتنافس فيها 24 فريقا من الشركات والمؤسسات المختلفة، إذ يحتضن ملعب نادي قطر الرياضي المباراة النهائية، وذلك يوم الجمعة 6 مايو القادم. هذه البطولة طبعا في نسختها الرابعة تمثل واحد من أحجار الأساس بالنسبة لنا في لجنة المشاريع والإرث لتنفيذ رؤيتنا بنشر ثقافة كرة القدم أولا، وبإتاحة الفرصة لجميع طوائف المجتمع بممارسة كرة القدم، وأيضا نستغل هذه البطولة للتأكيد على المعايير العمالية التي وضعتها لجنة المشاريع والإرث لجميع الشركات التي تعمل تحت مظلة اللجنة وتنفذ مشاريع كأس العالم. راح يلعبون على مستوى احترافي كبير، راح يمارسون كرة القدم مثل ما يمارسونها لاعبين محترفين في مختلف الدول على مستوى الدرجة الأولى، وأعتقد أنها تجربة راح تكون تجربة مفيدة جدا بالنسبة لهم وممتعة بنفس الوقت. بطولة كأس العمال في قطر تحولت إلى حدث بارز في جدول النشاطات الرياضية السنوية، كما تشكل جزءاً مهماً من عملية نشر الثقافة الرياضية، ومكاناً تنصهر فيه طاقات اللاعبين وخبراتهم في فعالية رياضية مميزة. والحين مشاهدينا الكرام ننتقل او بنتوجه الى نديب قناه الريان احمد الشمري ضمن فعاليات اسبوع المرور الخليجي. حياك الله يا احمد، مساك الله بالخير والكلمه عندك. مساك الله بالنور والسعاده يا ابو محسن، امسي عليك وعلى الاخوان المتواجدين عندك في الاستديو وعلى جميع مشاهدينا ومستمعينا الكرام متواجدين اليوم الثالث على التوالي في درب الساعي، تحديدا في فعاليه اسبوع المرور، هالفعاليه المميزه واللي كل يوم عن يوم قاعد نكتشف اشياء جديده فيها، سواء من قوانين المرور، من اشياء كيف نتجنب حوادث، نتجنب المخالفات وغيرها من الامور اللي الكل يستفيد منها سواء كبار وصغار. اليوم كان عندنا مسرح مفتوح، طبعا كان من
من تقديم أبو هلال فنان القدير، وكانوا الأطفال حوله ومتجمعين، وتوصيل رسالة بجد طريقة جدا جميلة ترفيهية استمتاع، الأطفال متجاوبين معاه وحتى الكبار يوقفون يلفتون يلفت الانتباه. ما شاء الله تبارك الرحمن كل شيء موجود عندك، ألعاب للصغار، الألعاب هذه طبعا مصاحبة الأشياء تثقيفية لهم، عندك العديد من الأمور، تجمع جميل من مؤسسات والشركات المشاركة في أسبوع المرور كلهم لتحقيق هدف واحد معين. وقبل لا أعرف عن ضيوفي، يا جمهور نادي الريان، بكرة نادي الريان كامل مع المدرب مع الدرع راح يكون موجود الساعة 7 في درب الساعي في فعالية أسبوع المرور للمشاركة أيضا في هذه الفعالية، وكلنا مشاركين فيها، اللي ما صور مع الدرع ما صور مع اللعيبة، تعال درب الساعي وأسبوع المرور وشوف أسبوع المرور شنو الفرص اللي قاعد يوفرها لكم، تعليم تثقيف وجمع لكم اللي تحبونه. بكرة الساعة 7 نادي الريان راح يكون موجود اللعيبة وأيضا الدرع والمدرب، حياكم الله جميع. والحين خلونا نعرف ضيوفي اليوم، معي الملازم عبد الله علي شعيل المري مسؤول جناح الأخوية بالمعرض المروري، يا مرحبا بك يا أبو علي. الله يحييك، حياك الله، نهداك تشرفنا بتواجدك. الله يحييك، احنا والله اللي أشرف. الله يرحم والديك. أبو علي بندردش معاك، وعندي أيضا ضيف ثاني اليوم معي أخوي طلال أحمد الخاجر الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات في بنك بروة، بنك بروة أيضا مشارك، يا مرحبا بكم وسهلا. مرحبا الله، حياك الله يا أبو أحمد، شكرا لك تواجدك، وشكرا على مشاركتكم الجميلة وأيضا رعايتكم لهذه الفعالية. الله يرضى عليك، جزاك الله خير. الله يبيض وجهكم. بالبداية خلونا مع أبو شعيل. أبو شعيل طبعا أنتم مشاركين جناح الأخوية. نعم، جناح الأخوية مميز ما شاء الله تبارك الرحمن، أول ما تدخل مع باب الخيمة الجناح على طول قدامك. الله يعطيكم العافية، الله يجزاك. شفنا ما شاء الله تبارك الرحمن أشياء عديدة في الجناح، أشياء متعددة. نعم، حوالين موفرين كل شيء تقريبا للزوار. نعم، نعم. احنا من غير الدوريات اللي احنا شايفينها برا. نعم، عندنا داخل ولله الحمد الدراجات النارية مثل ما شفتوا، كذلك السنة قدرنا نوفر يعني بعض من معدات مجموعة البحث والنقاذ القطري اللي اللهم لك الحمد اللي حاصل على التصنيف العالمي سنة 2015. تعريف الجمهور. الشق الثاني بالنسبة لمجموعة المواكب الدوريات، توعية المرورية الحاصلة في أسبوع المرور. نعم، وأنتم لكم دور كبير إن شاء الله بنتكلم عنه إن شاء الله. أبو أحمد، إحنا ببداية الحديث كنا نتكلم عن أن كلنا مشاركين، يعني نادي الريان راح يجي بكرة يعني مختص في الكورة، لكن جاي يشارك في الفعاليات، جاي يستغل حب الناس لا في تعليم وتثقيف وزيارة الناس للمكان عشان يستغلون، وكلنا نتعلم من هذا المكان أشياء جديدة يمكن ما كنا نعرفها قبل. لكن خلينا نتكلم عن دوركم، أنتم الراعي الرئيسي لأسبوع المرور في نسخته 32، أهمية هذه الرعاية إيش والهدف منها؟ يعطيك العافية أخوي أحمد. رعاية بنك بروة لفعالية أسبوع المرور في نسخته 32، تأتي الرعاية هذه التزاما من بنك بروة وتحقيق رسالة البنك بدعم كافة الأنشطة والفعاليات اللي تخدم المجتمع وفي إطار المسؤولية الاجتماعية للبنك نفسه، وبهدف نشر الثقافة المرورية للحفاظ على الموارد البشرية كونها يعني رأس المال الحقيقي للمجتمع وأساس تطوره. نعم، وبذلك نهدف إلى يعني جعل هالموارد البشرية هذه تكون يعني زايدة بالثقافة المرورية. نعم، من أجل دعم رؤية قطر الوطنية 2030. صحيح، ممتاز. بعلي خلنا نتكلم الآن عن دوركم في المواكب والدوريات اللي طبعا تدعم إدارة المرور بشكل كبير، وأيضا تساهم في خلنا نقول مساعدتهم وتريحهم في بعض. نعم، الأمور كلمنا أكثر عن دور. نعم، إحنا في مجموعة المواكب والدوريات ولله الحمد يتم التنسيق مسبق على حسب حاجتهم لنا في بعض الاختناقات المرورية والنقاط في بعض النقاط في الدولة يكون فيها اختناق مروري. نعم، كذلك بفضل من الله وتوجيهات قائد قوة الأمن الداخلي الأخوية تم توجيه بعمل حملات تفتيشية مساندة إدارة المرور كذلك إدارة الفزعة، ولله الحمد يعني. نعم، نعم، أنتم ما شاء الله إحنا نتكلم عن سلسلة كل من يكمل بعضه. صحيح، الأخوية فزعة مرور الشرطة الدوريات النجدة كلكم. صحيح، نعم، هدف واحد. أنت أخوي أحمد قلت كلمة همش صادق، يد واحدة ما تصفق. صحيح، فلذلك التكاتف لجميع الجهات الأمنية والحمد لله قدرنا نطلع الشيء اللي احنا نسعى له. نعم، كذلك في بالنسبه للاجتماعات اللي صارت بخصوص التفتيشات او
التوعية المرورية، الهدف منها توجيه سائقي المركبات للحد من الحوادث اللي تسبب اللهم لك الحمد في بعض الأمور اللي الواحد يخاف انه يوصلها. نعم يمكن لو نتكلم نرجع بالذاكرة وراء، قبل كان الولد الصغير اذا يخوفه الواحد يقول له الشرطي برا، وفي برنامج هذا اللي يتصل على الشرطي راح يجي ياخذه. لكن الان ما شاء الله شفنا اليوم يمكن ولدك جايبه معك الله يحفظه لابس وشو نقيب ولا وش اليوم لابس، فخلاص رتبه نقيب. نعم رتبه نقيب. فنشوف الفعاليات مثل هذه اسبوع المرور تقرب الاطفال من الشرطه وتحببهم اكثر، يصير عنده هدف من يوم صغير لبس الرتبه هذه ان شاء الله يوصل لها ويحقق هذه المرتبه. لكن خلينا نتكلم الان عن اللي نتكلم عن المجتمع، مثل ما قلنا الأخوية والمرور والدوريات هذه كلها هي تكاتف بعض. خلينا نتكلم عن مؤسسات الدولة. المؤسسات والشركات لها دور كبير أيضا في التوعية والحد من الحوادث، الهدف واحد، كلنا معرضين لهالشيء. أنت لو تمر وتشوف حادث لا سمح الله وفي خسارة في روح ولا شيء أنت تضايق لو أنك ما تعرفه ولو أنه كان من ديرة ثانية ومن مكان ثاني. صحيح. فهدفنا واحد وكلنا عازة تحقيق هذا الهدف، فأهمية دوركم كشركات وكمؤسسات غيرها في المشاركة في هذا الفعل. ولله الحمد اللي أنا أشوفه أن يعني معظم المؤسسات المجتمع والعديد من مؤسسات المجتمع لها دور فعال في زيادة وعي، يعني الوعي أو الحس الإدراكي للثقافة والسلامة المرورية اللي تهدف كافة شرائح المجتمع. وبين فترة وفترة اللي احنا نشوفها ما شاء الله يعني الحملات اللي تصير من وزارة الداخلية بشكل عام، يعني مش مختصة كتوعية وزارة الداخلية بس في أسبوع المرور، ما شاء الله احنا نشوفها على طول، يعني على طول السنة بين فترة وفترة نشوف في توعية كتذكير وكتعريف الناس اللي ما يدرون فيه خلف الكواليس، يعني منو الشركات المشاركة، من اللي تدعم، من اللي يسوي، من اللي يحط، شلون شغل بعض الجهات، تحبيب. أخوي أحمد، هي رسالة مباشرة بالنسبة للجمهور بحيث إنه يقدر يتواصل مع ضابط المرور، مع شرط المرور، صح، مع جميع الجهات الأمنية اللي الحمد لله موجودة. نعم. اللي كلنا نشوف. صحيح. نعم. لو نتكلم الحين عن عذرنا بليس راحت عن بالي والله صار راحت عن بقرأ السؤال. تفضل. نتكلم عن عملكم، أبرز المخالفات هذا اللي كان ببالي، الوعي الحمد لله مثل ما ذكرت من قبل شوي، الحملات واللي يقومون فيها والورشات وهذه انعكست هالوقت وما حد يقدر ينكرها. صحيح. ما قمنا نشوف مخالفين واجد في الشارع، خلينا نتكلم بواقع. انا في بيتي ما قمت اسمع واحد يقحص برا. صحيح. خلاص كثرة الدوريات ومو بس كذا، الوعي زاد. نعم. الناس بدأت تعرف، حتى اللي يحب الاستعراض ولا شيء بدأ يستحي ويروح لأماكن مخصصة. صحيح. الساحة وكذا يشكرون طبعا الساحة كلها جهات. صحيح. وفرت. صحيح. حتى يوم الأربعاء الثلاثاء كان مفتوح للناس، فهذا شيء جدا جميل وفرت هالشيء. أبرز المخالفات اللي تمسكونها في الشارع المخالفين اللي تقريبا تسبب هي الحوادث أخوي أحمد، هي يعني عادة مثل ما احنا شايفين بالأخص عقب تطور الجوال وجميع ما يحتاجه الشخص بتلاقي فيه، هو السبب الرئيسي في الحوادث اللي نشوفها ونعانيها كل يوم. فنصيحة يعني عبر برنامجنا هذا إن شاء الله الواحد يا أخي قد ما يقدر يحاول يبتعد عن الجوال، يا أخي لو يوقف على جنب في أقرب موقف طولي يا أخي يوقف ويأخذ اللي يبغي من جواله ولا يتصل ولا يشوف اللي يبغي. فهذه من أبرز الصراحة المخالفات اللي نشوفها أو نعاني منها وتسبب لنا حوادث. مرحبا بذكر الله، الله يوفقنا إن شاء الله جميعا. مشاهدينا الكرام احنا بنختم اليوم على أساس الأذان أذن بيلحق على الصلاة بعد ما ضيوفنا. الملازم عبد الله علي شعيل المري مسؤول جناح الأخوية بالمعرض المروري، وسيد طلال أحمد الخاجر الرئيس التنفيذي لمجموعة اتصالات بنك بروة، بيض الله وجيهكم على جهودكم وشكرا لكم على تواجدكم معنا. الله يبيض وجيهكم ما قصر. مشاهدينا الكرام الكلمة عند الأخوان في الاستديو. يعطيك العافية بيض الله وجهك يا أبو حمد، أنت وضيوفك وما قصرتوا بيض الله وجهكم. ضمن فعاليات المؤتمر الدولي السنوي الإبداع الفني لأجل الغد الذي تنظمه صحيفة نيويورك تايمز برعاية متاحف قطر، نظمت مؤسسة قطر للعلوم وتنمية المجتمع حفلا قدمت خلاله المقر الجديد لمؤسسة قطر. نعم الحفل جرى بحضور سعادة الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني رئيس مجلس أمناء متاحف قطر. وخلال المناسبة قام مصمم المقر الجديد لمؤسسة قطر المهندس المعماري رام كولهاوس بشرح وافي عن التصميم، كما كان لسعادة الشيخ المياسة كلمة في الحفل. نعم ويشار إلى أن المؤتمر الدولي السنوي الإبداع الفني لأجل الغد يشارك فيه نخبة من أبرز فناني العالم ومديري المتاحف وأمناء وجامعي المقتنيات.
يعطيهم العافيه صراحه. نعم. مشاهدي الكرام، في شان اخر وهو الرياضه، كشفت اللجنه المنظمه لسباق صمله الصحراوي من خلال مؤتمر صحفي حضره عدد كبير من المشاركين في السباق عن استعدادات والشروط اللازمه للمنافسه التي ستنطلق فعالياتها في ابريل القادم. تفاصيل اكثر في هذا التقرير. عقدت اللجنة المنظمة لسباق صملة الصحراوي مؤتمراً صحفياً بفندق شيراتون الدوحة تحت شعار تقدر تصمل، كشفت من خلاله عن تفاصيل وشروط السباق الذي سيبدأ في الفترة من العاشر وحتى الثالث عشر من أبريل المقبل. السباق ينطلق عبر 4 مراحل ويتضمن المشي والجري لقطع مسافة تتراوح بين 40 إلى 60 كيلومتراً كل يوم. وكانت اللجنة المنظمة قد نشرت كشوفاً بأسماء المتسابقين خلال المؤتمر الذي تضمن عرضاً وثائقياً لوقائع المنافسة السابقة. السباق يشكل أكبر تحدي لاختبار القدرات بين الشباب القطري وغيرهم من المشاركين في أكبر منافسة مفتوحة تشهدها صحراء قطر، وتبلغ قيمة جوائز السباق المالية 1.5 مليون ريال لهذا العام. يشار إلى أن تحدي صملة التراثي يعد من المنافسات الصعبة وغير التقليدية التي يقبل عليها الشباب والتي تشهدها صحراء قطر كل عام. مشاهدينا الكرام، وبعد الفاصل نتابع. وزارة العدل تستعد لوقف التعاملات الورقية في دوائرها، انتظرونا. مرحبا ومسهلا فيكم أعزائي المشاهدين من جديد. أعلنت وزارة العدل إيقاف استقبال المعاملات الورقية بدءا من 3 أبريل المقبل، وذلك ضمن مشروع تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق بين قوسين صك. نعم. للمزيد حول هذه الخطوة وأهميتها وأبرز أهدافها، معنا في الاستديو السيد يوسف أحمد العبيدلي، مساعد رئيس قسم التصديق وإثبات التاريخ، والسيد ناصر محمد العنزي، مساعد رئيس قسم التوثيق. مرحبا ومسهلا بكم معنا. الله يحييكم. يا هلا يا مرحبا. حيا الله يوسف وحيا الله ناصر. نبتدي على ما قال من اليمين درب الغانمين. يوسف، بوابة صك الإلكترونية مثل ما احنا ذكرناها هي النافذة أو النافذة الواحدة، لو أنت يعني تعبير أصح، ضمن عدة مراحل. إيش أبرز هذه المراحل ومتى بيتم الانتهاء منها إن شاء الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أول شيء شاكر لكم هالاستضافة. لا شكر على واجب يعني. وقناة الريان طبعا مكاننا على ما قالوا. نعم أكيد. وشاكرين لكم جدا طبعا تغطيتكم لهالحدث المهم بالنسبة لنا كوزارة عدل أو حتى على مستوى الدولة. مشروع صك بالنسبة للمرحلة الأولى طبعا احنا الحمد لله رب العالمين انتهينا منها، تتضمن 14 خدمة تقدم إلكترونيا، ما يحتاج المراجع أنه يراجعنا نهائيا وزارة العدل لتقديم هذه الخدمة. اللهم في البداية اشترط بعض الشروط أذكرها باختصار، اللي هو التسجيل في نظام حكومي، والبعض يقول نظام حكومي تبع وزارة الاتصالات وفرنا عندنا في وزارة العدل، ممكن الشخص يسجل من عنده ومن ثم يسجل في نظام صك. نعم. بعدها يوقع إقرار قانوني على صحة البيانات اللي بيعطينا إياها. من بعدها يباشر، يعني إجراءات تسجيل يقدر نقول في البداية، إجراءات تسجيل بسيطة، ومن بعدها يقدر يستفيد من 14 خدمة اللي قدمناها. متى راح تنتهون من المشروع يعني؟ أو نهاية هالسنة إن شاء الله. لكن المشروع مكتمل نهاية هذه السنة بإذن الله تعالى إن شاء الله. المشروع
عبارة عن ثلاث مراحل. المرحلة الأولى 14 خدمة في التوثيق وخدمات التسجيل العقاري اللي هي حجوزات البنوك، حجوزات المتعلقة بالدولة صحيح، وحجوزات الشخصية أو غيرها. الشخصية نعم. طيب والمرحلة الثانية هي شهر 6 إن شاء الله بتكون التوكيلات، وخدمة في التسجيل العقاري بيكون البيع والشراء. حلو. المرحلة الثالثة بتكون على نهاية السنة. هذه يعني تتكلم ناصر عن 14 خدمة اللي راح يتم التعامل ولا جميع الخدمات؟ هاي أول مرحلة. أول مرحلة. شنو 14 خدمة اللي هي في البداية؟ هي التصديق على توقيع. هذه راح بس نوضحها للمشاهدين أن 14 خدمة راح يتم التعامل عن طريق إلكترونيا مش عن طريق إلكترونيا. نعم. عن طريق الموقع صك. التعامل بيكون إلكترونيا من إلى إنهاء المعاملة. نعم. يعني هو قاعد في المكتب ولا في البيت يخلص ينجز المعامله من غير ما يجي ويقعد. شنو هي بعض او تعطينا مثل الخدمات ال14؟ التصديق على توقيع واثبات التاريخ اللي هي عقود المقاوله وعقود الاتفاق. حلو. الى اخره من الخدمات الاجرات هذه الامور كلها. نعم. العقود. نعم. طيب ناصر، يمكن ودنا نعرف مشاهدينا يعني هذه خطوه ايجابيه جدا، وخاصه يعني في وزاره العدل وقسم التوثيق ان في مراجعين كثير، طبعا مراجعين شخصيين او عن طريق شركات. شو الهدف من اطلاق خدمه مثل هذه والتقليل من الاوراق؟ في البدايه هو تسهيل على المراجعين. حلو. لان النظام الحين نظام ورقي وياخذ فتره، ياخذ فترة من التدقيق لإنهاء المعاملة. صحيح. إلكترونيا بتسهل سرعة إنجاز المعاملات، دقة المعلومات نفسها، وسهولة على المراجع طبعا يعني. صح. في الأول والأخير. صح. سهولة على المراجع بعد في نفس الوقت تقلل من المراجعين يعني والزحمة في الأماكن اللي يخلصون فيها معاملاتهم. يوسف لو بنتكلم إنه يعني نقول الشهر المقبل بيتم إيقاف استقبال المعاملات الورقية. نوضحها للمشاهدين وإيش الهدف من هذه الخطوة؟ صحيح، إحنا مثل ما قلت لك بعد ما بدينا مشروع صك وفرنا للمراجعين خدمات تسجيل بوابة صك إلكترونية. أطلقنا الموقع تم تدشينه تقريبا قبل شهر من قبل سعادة وزير العدل. بس ما أقطع سلفتك بخير، هذا الموقع الإلكتروني هل بيكون من خلاله التسجيل وكل شيء؟ صحيح صحيح، هذا هو الرابط الإلكتروني لبوابة صك إلكترونية. جميل. من خلال المراجع يقدر يستفيد من الخدمات المطروحة عبر الموقع، وسهل التعامل معها. إيه نعم. بس لازم يكون عنده حساب في حكومي. نعم، لازم يسجل مثل ما ذكر. صحيح صحيح. لازم حسابه على أساس إنه يدخل في. يقدر يستفيد من الخدمات هذه. نعم. جميل. أيضا في مفاجأة بكرة حصرية إن شاء الله. حصرية بكرة إن شاء الله تنزل في الجرائد، اللي هو نظام التثمين العقاري. حلو. تكلمنا حلو. عنه يمكن من قبل، والحين أكد عليه إن شاء الله بكرة بيعلن رسميا، بيكون متوفر في الأبل ستور وحتى في الجالكسي بيكون موجود. من خلاله المراجع العادي يقدر يعرف أسعار العقارات. حلو. أي يعني عقار يعني في أي أنا منطقة. ممكن أحط عقاري على الأب هذا ومن خلاله أعرف التثمين المعقول. نعم. لسعر العقار. نعم. صحيح. شيء حلو. جميل. صراحة يعني أنا شلون أحط العقار اللي أنا أبغيه؟ شدتني النقطة. تنزل الله يسلمك التطبيق هذا في الجوال. حلو. حتى في الجوال مو بلازم. بس أنا عندي المبنى الفلاني مثلاً أبي أعرف تثمينه. عندك المبنى الفلاني. عندك رقم العقار، تقدر تحط رقم العقار. أيوة. وتعرف سعره. تختار مثلاً تجاري، سكني، فيلا، عمارة. المنطقة الفلانية، المساحة، ويحسب لك القيمة التقريبية. على حسب يعني على حسب السوق. إيه على حسب السوق، على حسب أسعار السوق. صراحة نشكركم إينا. صراحة على هذه يعني هذا سهل على الناس أمور كثيرة. وهو قاعد في مكانه راح يعرف أشياء ويوصل لمعاملات ويخلص أشياء كثيرة. صحيح. ويختصر عليه الوقت والجهد في نفس الوقت. وتحدي يا خالد من المبالغة في بعض أسعار العقارات. نعم. ولا شلون يا ناصر؟ نعم. أنتم عارفين الحين المبالغة الأراضي والعقارات ارتفعت سعرها بشكل كبير طبعا. الحين النظام هذه بيسهل بيكون في إطار لهذا الموضوع. بيكون إطار ونظام قانوني وتشريعي ينظم العملية. حلو. ينظم عملية البيع من غير المزايدات والأسعار الخيالية. نعم. اللي احنا يعني من بكرة إن شاء الله راح يكون في تطبيق على الأبل ستور إن شاء الله مثمن عقاري. طبعا هو الفترة الجاية لمدة شهر تجريبي بس بيكون مفتوح للجمهور. وإن شاء الله من خلال الفترة التجريبية هذه نشوف إذا في مشاكل في التطبيق ولا شيء،
وبعدها يدفع الرسمي. عموما هو بينزل للجمهور ان شاء الله من بكره باذن الله تعالى. الله باذن الله باذن الله الله يوفقكم. الله. طيب ناصر، يمكن يتكلمون عن قانون جديد للتسجيل العقاري، ممكن نكلم بس مشاهدينا عن ايش هذا القانون؟ هو قانون التسجيل العقاري وقانون التوثيق. قانون التوثيق اعتمد من مجلس الوزراء. الحمد لله. قانون التسجيل العقاري رفع للجهات المختصه الحين. طبعا يتضمن التنظيمات التشريعيه اللي تحفظ حقوق الدوله والمواطن والمقيمين. نعم حلو. بما يخص التسجيل العقاري فقط. نعم اي التسجيل العقاري. نعم جميل. ابو احمد، يعني يمكن ذكرت في اليه للتسجيل. صحيح. الالكتروني. صحيح. لو احنا يعني نتكلم عنها بتفصيل اكثر، نعيدها مره ثانيه للمشاهدين، اليه التسجيل الالكتروني وشون يتم مراجعه الطلبات من قبل موظفي الوزارة. صحيح. أول شيء بالنسبة للتسجيل في نظام حكومي ممكن يسجلون أونلاين، وممكن أن طبعا هي كانت موجودة عند وزارة الاتصالات وإحنا طلبنا هالخدمة منهم، ممكن المراجع يجينا في أفرعنا وننفذ ونسجل في حكومي ونخلي يشترك. شنو الأشياء أو المستندات اللي يجيبها معه أو شو طريقة التسجيل؟ تسهيل بطاقته الشخصية. حضر بطاقته الشخصية والموظف يقوم بتسجيله في حكومي. أيوة. وبعدها في إقرار قانوني على صحة بياناته يوقعه وأيضا يسجله في نظام صك. وأونلاين ممكن يسجل؟ ممكن يسجل. نعم. لكن هو يقدر يسجل أونلاين، يعبي الفورمة، وبعد ما يعبي الفرن بيجي له مسج يراجع اقرب فرع لوزارة العدل. نعم. يروح هناك يتاكدون من بطاقته الشخصيه ومن شخصيته ويعتمدون للنظام ويدخل على النظام على طول. يعني هي تعتبر في المرحله الاولى هو تاكيد للمعلومات للشخص. لازم عشان تطبق النظام لازم تسجل في البرنامج قبل. نعم. الله. ولازم تحضر على اقرب فرع عشان نخلص الاجراءات اللي من تاكد من شخصيته. وبشكل سريع وسهل ناصر، مش يعني ما ياخذ وقت، سهل وسريع يعني ما ياخذ حتى خمس دقائق يعني. نعم ناصر، يمكن يعني ختام الكلمه نوجهها للجمهور عن يعني ضروره التسجيل في بوابه صك للاستفاده منها من هذه طبعا الخدمة. اذا هو يبي يستخدم النظام لازم يسجل في بوابه صك. طبعا بتسهل على المراجعين، بتسهل على التعامل، اسرع بيكون وبادق او ادق من التعامل الورقي. ندعوهم من خلال البرنامج انهم يسرعون، طبعا بيريحون نفسهم في الاول والاخير. صحيح. وبتكون المعاملات يعني اسهل واسرع من قبل. نعم. ودك تضيف شيء يا يوسف؟ طبعا في شيء صار لاول مره عندنا وزاره العدل ولله الحمد. ما شاء الله حصل اليوم يوسف. اليوم حصل. إيه. اللي هو الربط مع المحاكم بالنسبه للحجوزات على العقار. حلو. صحيح. تم تدريب تقريبا 15 قاضي عندنا وزاره العدل على نظام صك. من خلال القاضي هو جالس في مكتبه في المحكمه يقدر ينفذ الحجز على العقار في نفس الوقت. نعم. قبل كانت مراسلات كتب ويمكن يوصلك الكتاب بعد يومين أو ثلاثة أيام. صحيح. الآن مباشرة القاضي هو جالس في المكتب يستطيع أن ينفذ الحجز على العقار. فهذه. نعم. إضافة جديدة لوزارة العدل وينفي التنفيذ بعد ممكن يفك الحجز بعد يفك الحجز. صحيح. يعني هو صاحب القرار في اتخاذ هذا الإجراء. أسأل الله يوفقكم. يعني في النهاية هذه الخدمات تصب في مصلحة الجمهور، مصلحة. صحيح. الناس، وتقلل عليهم يعني كثير من الوقت والجهد. عسى الله يوفقكم اجمعين ان شاء الله. السيد يوسف احمد العبيدلي مساعد رئيس قسم التصديق واثبات التاريخ، والسيد ناصر محمد العنزي مساعد رئيس قسم التوثيق، بيض الله وجهكم. شرفتونا على شاشة الرياض. شكرا يا ابو احمد وشكرا يا ابو محمد، ما قصرتوا. بيض الله وجهكم. مشاهدينا الكرام، في شان اخر، افتتحت هيئة تنظيم الاتصالات في مجمع سيتي سنتر جناحا خاصا للاحتفال باليوم العالمي لحقوق المستهلك. ويتضمن الجناح عدد من الأنشطة التوعوية الخاصة بحقوق المستهلك لخدمات الاتصالات. تحتفل هيئة تنظيم الاتصالات باليوم العالمي لحقوق المستهلك من خلال إقامة جناح خاص بالهيئة في مجمع سيتي سنتر، ويتضمن الجناح العديد من الأنشطة الهادفة لتوعية الجمهور بخدمات الهيئة والدور الذي تلعبه في حماية حقوق المستهلك لخدمات الاتصالات في الدولة.
هذه السنة الرابعة اللي نحتفل فيها، وكل سنة احنا نوعي ونزيد وعي المستهلكين بما لهم وما عليهم من حقوق ومن واجبات، وان هناك جهة يمكن ان يلجؤون لها في حالة واجهتهم اي مشكلة مع مزودي خدمات الاتصالات. كان عندنا حساب لتويتر للهيئة لاستقبال الشكاوي، والحمد لله اعداد المتابعين لهذا الحساب الرسمي في ازدياد، وهذا لا يدل إلا على نجاح هذه الفعالية ونجاح تواجدنا مع الجمهور. وعلى مدى 4 أيام سيستمتع الزوار بالأنشطة الترفيهية والتوعية المتنوعة، كما يقوم فريق هيئة تنظيم الاتصالات بعقد جلسات توعية لزيادة وعي المستهلكين بحقوقهم وكيفية حماية تلك الحقوق. الفعالية هي 4 أيام، تبلش من اليوم إن شاء الله يوم 11، اليوم الفعالية هو 15 مارس، هو تواجدنا هنا لزيادة وعي المستهلكين بخدمات الهيئة. إحنا فقط ليس خدماتنا عندنا تلقي الشكاوي، هناك خدمات أخرى تقدمها الهيئة مثل تسجيل الدومين نيم، عندنا الحصول على تراخيص. بإمكان العملاء التواصل معنا مع الهيئة لرقمنا اللي هو 103، موجود هو الرقم الرسمي لتلقي الشكاوي، وأيضا عن طريق حساب التويتر CRA قطر، وعن طريق الإيميل وعن طريق القدوم شخصيا للهيئة. يذكر أن احتفال الهيئة باليوم العالمي لحقوق المستهلك تركز هذا العام على التوعية بأهمية الأداة التي وضعتها الهيئة لتسوية الشكاوى في حماية حقوق المستهلكين لخدمات الاتصالات. وننتقل الآن مشاهدينا الكرام إلى الاهتمام البيئي، فقد أطلقت وزارة البلدية والبيئة أسبوع الشجرة اللي يستمر حتى 17 مارس الجاري، وسيتضمن عدد من الأنشطة والفعاليات المتنوعة لطلاب المدارس. صحيح خالد، وتزامن انطلاق فعاليات هذا الأسبوع أسبوع الشجرة مع افتتاح حديقة اللقطة للنساء والأطفال، تفاصيل أكثر في هذا التقرير. أسبوع الشجرة تقليد سنوي دأبت عليه وزارة البلدية والبيئة. البداية كانت هذه السنة من حديقة اللقطة بمشاركة عدد من طلاب المدارس بهدف تعريفهم بأهمية الأشجار والمحافظة عليها. والله الأسبوع هذا كان السنة هذه كان مميز، لأنه واكب اندماج وزارة البلدية مع البيئة، فحرصنا أن نشرك أكبر قطاع من الشرائح من شو اسمه طلاب المدارس وتوعيتهم بأهمية الزراعة، إضافة إلى المدن الصناعية حرصنا أن تكون شريك لنا. إحنا نحرص في هالأسبوع بالتعاون مع إدارة الشؤون الزراعية على تثقيف طلاب المدارس يعني بشكل مركز لأهمية التشجير والغطاء الأخضر وأهمية الزراعة بشكل عام في دولة قطر. وخلال هذا الأسبوع ستعمل الوزارة بالتعاون مع الجهات المشاركة على زراعة المئات من الأشجار التي تنبت في البيئة القطرية. الحمد لله يعني وافق أن في أسبوع شجرة ساهمت بلدية الريان مع الإدارات الثانية في الوزارة، إدارة الحدائق مشكورة، إدارة الحدائق العامة، وإدارة الثروة الزراعية مع بلدية الريان في افتتاح الحديقة، فاخترنا هالحديقة من حديقة اللقطة كفعالية افتتاح وافتتاح رسمي لها، وفي نفس الوقت ضمن فعالية أسبوع الشجرة، فكانت مناسبة جيدة وملائمة في هالوقت. حديقة اللقطة التي افتتحت أمام الجمهور تعتبر واحدة من الحدائق العامة المميزة، وهي خاصة بالنساء، إضافة إلى توفير أماكن للعب الأطفال.
وفي الرياضة شهدت الصالة المغطاة بلجنة رياضة المرأة القطرية بأكاديمية التفوق الرياضي بسباير انطلاق منافسات النسخة الثانية من بطولة قطر الدولية المفتوحة للتكواندو. تفاصيل أكثر في التقرير التالي. افتتح سعادة الدكتور ثاني بن عبد الرحمن الكواري أمين عام اللجنة الأولمبية فعاليات بطولة قطر الدولية المفتوحة للتيكواندو الذي تنظمها مؤسسة سباير زون بالتعاون مع الاتحاد القطري للتيكواندو والجودو وذلك في أكاديمية التفوق الرياضي سباير. احنا نطمح أن يكون اللعبة هذه تكون من ضمن الألعاب اللي يجب أن يكون لها جمهور، مثل ما تشوف أنت الجمهور الآن جمهور عوائل وهي هذه هي جايين يشوفون أولادهم صغار، وأعتقد هذا هو الهدف الأساسي. إحنا نطمح أن يكون إن شاء الله في البطولات القادمة تكون الجماهير هذه موجودة أكثر، بالإضافة إلى أن يكون لاعبين واعدين قطريين أو من يعيش على هذه الأرض أن يكون متواجدين في هذه البطولات. وتشهد البطولة مشاركة نحو 500 لاعب ولاعبة يمثلون 26 دولة في العالم يتنافسون خلال 4 أيام في فئات عمرية مختلفة وفي مختلف الأوزان، 32 منهم يشكلون منتخبنا الوطني للتيكواندو. يشار إلى أن البطولة مصنفة عالمياً وتعد محطة مهمة لتحسين ترتيب الفريق الأول وإعداده لخوض المنافسات الدولية 2016. في التعليم أطلقت مؤسسة الحي الثقافي كتارة برنامج خاص بالمدارس وهو برنامجنا ثقافتنا ثقافة مدرستنا أو ثقافتنا مدرستنا عفوا، إذ يتم ترتيب جولات تعليمية تفاعلية لطلاب المدارس في الحي. نعم، ويهدف البرنامج إلى تحفيز الطلاب على استكشاف عراقة التاريخ وأصالة الحضارة والتراث في قطر. بعيداً عن أجواء المدرسة، أتاحت مؤسسة الحي الثقافي كتارا من خلال برنامج ثقافتنا مدرسة الذي تنظمه الفرصة أمام طلاب المدارس لتنمية ثقافتهم عملياً، وذلك عبر زيارة المراكز والجمعيات المختلفة التي تحتضنها كتارا. بالنسبة لبرنامج ثقافتنا مدرسة، الهدف منه توعوي تثقيفي تعليمي، وفي نفس الوقت يكون في نوع من الترفيه كنشاط لطلاب المدارس. طبعا راح يستمر لحد بداية رمضان، راح نوقف إن شاء الله شهر رمضان، ومن بعد إن شاء الله نبتدي الورش مرة أخرى. من بين الجهات السبع المشاركة في هذا البرنامج هناك مجلس الشعر والمركز الثقافي للطفولة الذي وفر للطلاب ورشا متنوعة تناسب أعمارهم. كذلك كان الجانب الترفيهي حاضرا في البرنامج من خلال قيام الأطفال بصنع الحلويات بأنفسهم داخل مقهى ريد فيلفيت، كما أن زيارة إذاعة صوت الخليج أتاحت للطلاب الفرصة للتعرف عن كثب على طبيعة العمل الإذاعي وتجربته أيضا. احنا جينا من ضمن برنامج ثقافتنا مدرسة عشان نتعلم عن الإذاعة، كانت تجربة وايد حلوة، يعني تعلمت وايد من أشياء. إدارة شاطئ كتارا من جانبها نظمت رحلات مائية للطلاب لتعريفهم بالتراث البحري وحياتها للبحر قديما. أما جمعية القناص فقد قدمت برنامجا خاصا للطلاب تضمن تعريفهم بالعادات والتقاليد في المجالس بالإضافة إلى كيفية ممارسة هواية القنص. يذكر أن المدارس الراغبة في إتاحة الفرصة لطلابها لعيش هذه التجربة يمكن لها التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لمؤسسة الحي الثقافي كتارا، فضلاً عن اختيار النشاط الذي تريده.
بهذا التقرير مشاهدينا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من ترحيب. لا اقتراحات أو استفسارات وللتواصل مع فريق عمل ترحيب يمكنكم متابعتنا أو المشاركة عن طريق تويتر من خلال هاشتاج برنامج ترحيب. نعم أو عبر الانستغرام الريان تي في. نرحب باقتراحاتكم واستفساراتكم. تمسون على خير. أمان الله.